بخصوص هذه المناسبة، هذا يوم تاريخي في بالنسبة لمدينة أسفيل اللي كيعرف زيارة السيد الوزير التجهيز والنقل والسيد رئيس الجهة مراكش أسفي. هذا يوم تاريخي اللي غيبقى تاريخي في تأهيل البنية التحتية لمدينة أسفي وفك العزلة على مدينة أسفي لا في الطرق المصنفة ولا غير المصنفة، وكذلك في المشاريع ديال تقوية الطرق الإقليمية. وأهم حاجة في هذا اليوم التاريخي هذا وهو الاتفاقية اللي توقعت بين السيد رئيس الجهة مشكور السيد الوزير التجهيز والنقل اللي كتخص الطريق تثنية الطريق الرابطة بين مراكش وأسفي اللي غادي تعطي واحد الديناميكية واحد الخير كثير غادي يرجع للإقليم تاع أسفي عليها، لا اقتصاديا ولا سياحيا ولا اجتماعيا. فهذا هو الربح الكبير ديال هذا اليوم التاريخي، بالإضافة إلى الطرق اللي تثنية الطريق ديال سد كزولة أسفي، وكذلك الطريق الساحلية اللي غتأهل الساحل ديال أسفي اللي كيربط بين الوالدية بين حدود بين مع إقليم سد بنور وإقليم الصاويرة، اللي غيكون عندها واحد الديناميكية واحد الهدف كبير اللي غيأهل هذيك غيأهل الوجهة السياحية لمدينة أسفي. كلشي كيعرف أن أسفي مؤخرا كتعرف واحد إقبال واحد التوجه كبير بالنسبة للسياحة الداخلية في الزمن تاع الصيف، وهاد الطرق اللي تعطات انطلاقة اليوم أو اللي توقع الاتفاقية تاع اليوم يكون عندها واحد الأثر إيجابي كبير على هذا التوجه السياحي ديال المدينة إن شاء الله.